أنامل حواء أبدعت، خطت، ولونت آيات وأحاديث وجملا، كلهن جمعن حرف الضاد في برواز أطر الموهبة وعرضها على المهتمين. لوحتي عبارة عن مزيج بين خط الرقعة والخط الديواني، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. هذه الكبيرة كانت الخط الرقعة، بينما اللوحة الثانية كانت لخط النسخ. خطاطات بحن بما في أنفسهن من فنان بالخط المغاربي، منهن من فضلت الخط الديوان الجلي، وأخرى أتقنت كلماتها بخط الرقعة. الخط الذي شاركت به هو الخط الديواني نسبة للدواوين، وكذلك يسمى بالخط الغزلاني. اسمه نتيجة للمكان الذي تأسس فيه، يعني هو تأسس في ديوان القصر العثماني، فهو كان يعني لما نقرأه هو صعب. هذا الصعوبة لماذا؟ لأنه مشفر، يعني يستعمل فقط في الديوان، يعني يفهمه فقط من موجود في ديوان الملك. نساء تقدمن فناً راقياً تواصل عبر التاريخ لتحتضنه بنات اليوم بأقلامهن، وتبرز لمتذوقي الفن العربي خطوطاً كانت شفرة تواصل البلاطات الملكية والدواوين في حضارات رسمت المسار الثقافي والحضاري لبلد الفن والحضارة.